شفتي بقى اللي انا كان عندي حق لما كنت متردد في ان اقابل باباكي؟ احنا اتاخرنا، الكلام ده كان المفروض يكون من شهرين ثلاثه. يعني ايه كانت هتفرق؟ انا بالنسبه لباباكي في كل الظروف مش العريس المناسب. على الاقل ما كانش ظهر ابن المحافظ. يا حبيبتي انت جوازك بالنسبه لباباكي مجرد صفقه، فاهمه يعني ايه صفقه؟ اذا ما كانش ابن المحافظ كان هيبقى ابن اي حد تاني، ابن وزير ولا ابن اي حد من الحيتان الكبيره دي. على العموم انا مش هيفرق معايا لا الظروف ولا الزمان. ازاي بس يا منى وانا هو رفيق ده اصلا شكل الموضوع؟ طب ما هو رافض البنت اللي بيحبها عمر وعايز يتجوزها. يعني قصدك ايه؟ عاوز يعمل معايا زي عمل مع البنت اللي كان اخوك عايز يتجوزها؟ مالك خايف قوي كده؟ امال مش عايزاني اخاف؟ منى انا ما عنديش استعداد ان نلبسنا قضيه وادخل السجن. انت ما عندكش استعداد تدخل السجن عشاني؟ طب ايه رايك ان انا عندي استعداد ان انا ادخل السجن عشانك وبعدها نتجوز؟ لا ده انت مستبيعه بقى. ايه الكلام؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا حاسه ان انا قاعده قصاد واحد ما اعرفوش. انا كنت متخيله انك انت ممكن تبيع الدنيا كلها عشان تتجوزني. يا حبيبتي المساله مش بالبساطه اللي انت متخيلاها دي. انا بالنسبه لباباكي مجرد حشره، يعني ممكن يفعصني ويدوسني في منتهى السهوله. وانت بمنتهى السهوله والبساطه دي بتتخلى عني وعن حلمنا؟ يا منى ما هو غصب عني، باباكي منشف راسه وعايز يعمل كل حاجه في دماغه. انت لو قلت لي تعالي نتجوز دلوقتي ونحط بابي قصاد الامر الواقع هقول لك اوكي. لا والنبي بلاش تسرع، انا رايي كده ان احنا نستنى شويه. لا استنى انت لوحدك، انا ما عنديش استعداد اكمل مع واحد زيك. انا اللي اتجوزه لازم يواجه الدنيا كلها عشاني، مش مع اول موقف يسيبني ويهرب. طب استني بس راحه.